وللمزيد من المتابعين انضم الينا هاتفيا الدكتور حامد فارس استاذ العلاقات الدوليه. دكتور فارس نرحب بك في البدايه، ودعنا يعني نستوضح الموقف الدولي الراهن وتحديدا الموقف البريطاني مما يدور من ممارسات اسرائيليه في الضفه الغربيه وفي شمال قطاع غزه. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف، واهلا بالساده مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا موقف يدل على حجم الاجرام الاسرائيلي الذي يتم في الضفه او تحديدا في مخيمات شمال قطاع شمال الضفه الغربيه، سواء في القرم او جنين او نور شمس، باعتبار ان هذا يدل على ان ما يحدث داخل الاراضي الفلسطينيه هو استهداف للقضيه الفلسطينيه برمتها، وبأن الضفة الغربية وما يحدث بها لا يقل عما يحدث في قطاع غزة، باعتبار أن هناك تحركات إسرائيلية واضحة للعمل على اتساع رقعة الصراع، ولكن لم يكن ذلك في مصلحة الدولة العبرية بأي حال من الأحوال. حتى يعني قبل يوم 7 أكتوبر كانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي سواء سموتريتش أو بنغفير يتحركان وبشكل كبير للعمل على تقويض السلطة الفلسطينية. وزير المالية الإسرائيلي قام باقتطاع ما لا يقل عن 140 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى قيام بنغفير لاقتحامات متكررة للمسجد الأقصى لمحاولة تهويده ومحاولة التغيير الزماني والمكاني له. وبالتالي المجتمع الدولي على الرغم من أن موقف البريطاني هو موقف مساند لألا يكون هناك تحركات في الضفة الغربية من قبل المستوطنين، ولكنه على واقع الأرض لا يعني يتناسب مع حجم الإجرام الإسرائيلي في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. بالنظر إلى مدار اليوم في اجتماع المجلس الوزاري المصغر من مشادة كلامية وصراخ بين نتنياهو وجالنت، كيف ترى الصورة الآن في ظل هذا التصاعد الخطير في الأحداث هناك على الأرض؟ طبعا يعني هذا التلاثم او التراشق او حتى التصدع الذي يحدث في حكومه الاحتلال الاسرائيلي ده دليل قاطع على عدم وحده القرار داخل دوله الاحتلال الاسرائيلي، خاصه ان ذلك يتزامن مع رغبه نتنياهو في تحقيق مصالحه الشخصيه ورغبته ايضا في البقاء في محور فيلادلفي، وهو ما يرفضه وزير الدفاع الاسرائيلي بشكل قاطع، لأن هذا يعني يؤدي قولا واحدا إلى تكريس الاحتلال في قطاع غزة، وأيضا محاولة أن يكون هناك يعني نوع من أنواع المشاحنات مع الدولة المصرية، وهذا ليس بجديد على نتنياهو الذي يرغب بشكل كبير إلى إلهاء المجتمع الدولي عما يحدث في الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو ما يحدث في قطاع غزة لمحاولة تكريس الاحتلال والعمل وبشكل كبير على تنفيذ مخططاته لإعادة بناء المستوطنات مرة أخرى في داخل القطاع، وأيضا العمل على الضغط على السكان من خلال المستوطنين ومن خلال وزراء اليمين المتطرف اللي قام بتسليح المستوطنين في الضفة الغربية بحوالي 150 ألف بندقية، ويسعى بكل قوة إلى تنفيذ مخططاته بعد ما سيطر بشكل قاطع على حوالي 43% من مساحة الضفة الغربية، بالإضافة إلى الاستيطان الرعوي. كل هذا يؤكد على رغبات نتنياهو للسعي وبكل قوة إلى تنفيذ بنك الأهداف الغير معلنة، وهو تصفية القضية الفلسطينية. نعم، الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.